مساء الفل والجمال على مشاهدين قناة تن. منوراني النهاردة سندريلا المطبخ العربي. هي نهار ابيض وهي فعلا سندريلا. شيف هالة فهمي يعني منوراني ومشرفاني جدا بصراحة يا شيف. أنا شهيرة أبو سيف معاكم النهاردة كل يوم أكلة، ومعايا لسه الشيف هالة سندريلا المطبخ العربي. وانا مش بجامل ومش ببالغ، لان فعلا الوطن العربي كله يا شيف بيتابعك بيتعلم منك حقيقي بجد. انت منوراني وعلى راسي من فوق، ومبسوطه قوي اني معاكي. اشكرك على اللقب اللي انا مش قده خالص ده. لا ازاي؟ بجد، وبشكركم جميعا. بشكر قناه تن واسره قناه تن، وبشكر كل الناس الجميله اللي معانا اللي مساندانا. بشكركم انتم جمهوري الحبيب اللي على طول معايا في اي مكان وفي اي حته، وبشكركم جدا على كل دعوه حلوه وكل كلمه حلوه بتكتبوها لي على السوشيال ميديا. بجد اتمنى من ربنا ان الاخر يوم في عمري افضل جديره برضاكم وجديره بحبكم ده، ودايما دايما اقدم لكم كل اللي بتتمنوه، كل اللي نفسكم فيه. بما ان بقى انا بقول لكم كل اللي نفسكم فيه النهارده، اولا احنا عندنا الجائزه. الجائزه دي اللي استلمناها امبارح، وكانت معايا شهيره خطوه بخطوه. قضينا بجد يعني ثوره كانت في منتهى الجمال. عارفه اللي بيقول ايه؟ ساعات من العمر. هي فعلا كانت ساعات من العمر. انا جايه الحقيقه ابارك لك. شيف هاله يا جماعه امبارح كانت بتتكرم وبتاخد جائزه احسن شيف ل 2020، وبصراحه انت تستاهليها وبجداره حقيقي بجد. أشكر. يعني وانا امبارح كنت معاها مبسوطه بيها، عشان هو امبارح كانت سندريلا الحقيقه وكنت معجبه بيها جدا، وبقول لها فستانك اكتر من الرائع يا شيف بجد. كلامك على دماغك. لا حقيقي بجد. والله يا نهار ابيض، المفاجآت دي يا جماعه النهارده. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الرقه الشياكه. لا بجد يا شيف حضرتك تستاهليها عن جداره. احسن شيف 2020 مهرجان نجوم العرب برعايه قناه تن، وحضرتك تستاهليها. اتفضلي يا شيف. اشكرك، بشكرك جدا جدا، وبشكر استاذ ايهاب جلال، وبشكر دكتور هشام عبد الستار. بشكر الناس الجميله اللي على طول واقفه في ظهرنا بجد، وهي اللي بتساندنا، ولولاهم بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كناش وصلنا للي احنا فيه النهارده. وتاني هفضل اشكركم طول العمر. انتوا الفضل الاول والاخير بعد ربنا سبحانه وتعالى ليكم انتم جمهوري الحبيب وناسي وعيلتي الكبيره، اللي يمكن اكون اي حاجه من غيركم ابدا. النهارده بقى شهيره زي ما هي عامله لي مفاجاه، واللقب اللي هي بتقوله اللي زي ما بقول لكم اصلا يعني كتير عليا جدا. تستاهليه وعن جداره. حبيبتي ربنا يخليكي.